والاستنتاج نتاع عمار الريحيني لسؤال، هو الشغل الشاغل اللي جابه نجم الساحل الفترة الأخيرة هو قلة الإقبال على الاشتراكات اللي تمثل سند كبير للهيئة المديرة في مثل هكذا ظروف وأوضاع. الفريق يعني محتاج إلى ضخ مالي هام، والاشتراكات ممكن تكون الحل ولو نسبي لتجاوز هذه المرحلة الصعبة. كيفاش تعامل جمهور الإتوار هذه الوضعية، وعلاش هذا العزوف رغم النتائج اللي كانت ممتازة إلى حد الساعة؟ والله عادل تعرف الحاجة اللي تقلق شنية الحقيقة في النجم الرياضي الساحلي، لأنه تقريبا أكثر فريق في البطولة التونسية عنده ديباش. لي باج هذوما معناتها اذا كان كل واحد فيهم يخمم باش يعاون جمعيته تو تمنع حتى بنسبه معينه. 5000 ابونمون سي تروب مقارنه بالفرق الاخرين، تحب ولا تكره، ترجي 15000، نادي الافريقي 10000، نادي الرياضي الصفاقسي 6700. دونك هذه الحقيقه معضله كبيره في النجم الرياضي الساحلي. والادهى من هذا انه نشوفوا الانتقادات ونشوفوا الكلام على اليمين وعلى اليسار، راهو سي با المومون. عماد بن يونس اذا كان باش تحكيو على الكونستان نتاعو مانيش لهنا باش ندافع عليه، لكن نقول الحقيقه عنده 8 فيكتوار، 3 تعادل وهزيمه واحده ضد الاولمبي الباجي. دونك العباد قاعده تخدم افيك لي مويان دو بور اللي عندهم. الفريق الوحيد في تونس اللي ما عملش انتدابات النجم الرياضي الساحلي، ممنوع من الانتدابات، نادي الافريقي، الاتحاد المنستيري، الترجي، الستاد تونيزيان، كل فرق الكل. دونك مش معناتها راني ندافع على عماد لانه هو باش نحكي عليه فنيا لهنا الاخطاء اللي عملهم في المقابله هذه. حسب رايي الشخصي. لا غزوان نقص عليك. خلي خلينا نكمل الفكره اللونشير عربي. باش ما تهربش من بالي. على ذكر الاشتراكات، اول حاجه الرقم اللي قلت عليه راهو يحشم بارابور لجماهير النجم الرياضي الساحلي. راهو شوف راهو ملعب سوسه سنة، راهو ما تعبيش الجمله، راهو جماهير النجم ماهيش قادره تعبي 40000 عكس الترجي والنادي الافريقي اللي المفروض رادس اليوم يزيدوا يكبروا لهم. زيدوا يكبروا حتى النجم كي تمشي جماهير يكبروا له الملعب وتر اسمع حاجه النجم أخرى. تنجم تعبي الملعب سوسه وملعب رادس، واثبتت هذاك في عده مناسبات. ماهوش هذا المشكل العربي، احنا انا استعرفت محتاج جماهير خويا تحب نلبسوا الكاسكيت نتاع كل واحد جمعيته. ليه؟ انا استعرفت لك قلت لك جمعيتي عايش خويا يا ودي هاني خويا راهو ملعب سنه شنو اللي زدته شنو اللي ضبط ملعب سنه راهو في سوسه سنه راهو تعبى كان 3000 ودي في بالنا بيه عربي عايش راهو تعبى باش تعبى الملعب كي تجي الاسبيرونس كي تجي الكلوب كي تجي الاهلي يا ودي في بالنا بيه قلت وخذت الملعب ديما فارغ وهذايا معناها حاجه نقطه سوداء لجماهير النجم الرياضي الساحلي في بالنا بصراحه قلناه عربي وان شاء الله بيحاول الليل الفتره الجايه تو تتحسن الارقام، لكن النجم راهو كاباب الجمهور نتاعو باش يعبي رادس ويعبي وينهم مرة موجودين عمير كانوا موجودين قاعدين في ديارهم يجيو عبيو استاد اثنين طالبوا فيهم احنا، لكن فما طريقه زاد باهي نطلبوا من الجماهير نتاعنا لانه من الاخر من الاخر تقعد جماهير النجم هي اللي تعطي سوتيان وهي اللي جابت شامبيون الموسم الفارط. بالنسبه خلينا نكمل بربي الفكره على المستوى الفني، فنيا شوط بشوط اتحاد بن قردان الشوط الثاني احسن من النجم الرياضي الساحلي. بروميير ميتون ليتوال وقت اللي تشوف اللي حكيت عليه وسط الميدان تدخل لك بجاكو سي دي بي تفهم انه يحب يعطي اكثر نفس دفاعي اللي المفروض اذا كان تحب تلعب ديفونسيف دخل الخميري في اللاكس حط الخدامسي على اليمين تسكر البلوك نتاعك وتنجم تلعب نفس وسط الميدان اللي كان فعال من ناحيه الهجوميه. لهنا نحير في عماد الحقيقه في الاختيارات 10 ثواني فقط، التعويضات اللي قام بهم الورتاني وبن جيما في بقعه الجزيري وراقي معناتها براتيكمون تقعد دايخ، وجاك مبي ولا هو اون ديري ريجيسور. إذا كان لي كونسيني يا خيبة المسعى جاك مبي باش يلعب ريجيسور، إذا كان هو عمل الملاعب خذا معناتها الفكرة وحده وحب يمشي الانيسياتيف لهنا زاد الرول نتاعك ستاف تكنيك لازمك ترجعه وتطلع أسامة عبيد مش العكس. هذه الأخطاء اللي صارت في المباراة، لكن مش باش نحطوا حبل المشنقة توا للمدرب وستاف تكنيك، مازال بكري يخدم على روحه وما يسالش كل واحد يجي يعمل لابونمون نتاعو، ومش لازم تمشي للملعب يا خويا خذ لابونمون، وإذا كان فما مشاكل نتاع ملعب وغيره تو تصلح بالوقت والجمهور تو يجي يا عربي. يعطيك الصحة.